عزيزي عزيزتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. اليوم حلقة مهمة جدا. علاش؟ اليوم غادي تكتشفوا على نوطة واحدة كتغني لك أغنية، ونوطة واحدة كتقدر تسالي بها أغنية في حال الزبدة. قبل ما نبداو هذا الدرس تاع اليوم، كنطلب منكم باش تدعمونا بلي لايك، وما تنساوش توركوا لنا على هذه البوطونه حمراء ديال سبسكرايب للمشاركه، باش كاع الناس اللي محتاجين لي كور بالدارجه يوصلوهم. وبين قوسين بغيت نوصل واحد الميساج اللي هو كيجيني بزاف مع لي فرونسي ولي زالمون، خصني نعطيهم واحد الميساج باش يفهموني مزيان، كيطلبوني باش ندير لهم الدروس باللغه ديالهم. وانا فكرت باش نبدا ندير الدروس بالفرنساويه، ولكن غندير غير هاو تو بلاي اللي نقدر نديرها بالدارجه ونقدر نديرها بالفرنسي. Donc, chers amis, les artistes, je vous remercie beaucoup pour vos messages et je vous promets de vous faire des vidéos how to play, c'est-à-dire comment jouer des chansons comme ça. Vous profitez aussi avec nous. Voilà, donc d'abord, qui va lire Rinnibshiu, Nibdou, l'intro, on t'laou, l'nota, l'mérigla. Yallahu ma'aya, à tout de suite! Enrichir un accord. يعني كنغنيو واحد اكور. هاد القضيه ديال كنغنيو ان اكور كاين عد اي موسيقي كيديرها مره اولا تقريبا ديما، سينو كتولي الاغنيه فيها شويه الملل. في الحلقات السابقه فيت عطيتكم بعديد من لي زاكور اللي هما او ميم طون كنستعملوهم باش كنغنيو اغنيه. مثلا عطيتكم دو ماجور 7، عطيتكم دو 9، عطيتكم دو 7 9، وعطيتكم العديد اللي بغى يمشي يشوف كاع لي زاكور يمشي يطل عليهم، راه مهمين بزاف. اوكي، اليوم الدرس تاعنا هو كيفاش اوغيشير ان اكور بنوطه وحده. الوغ نوطه وحده اشنا هي؟ نعطيكم مثلا دو بثلاثه ديال الاصوات، واحد جوج ثلاثه. اوكي، هاد النوطه اشنا هي؟ كنديروا الفوندامونتال هي الدو، النوطه اللي حداها كيقولوا لها لي فرونسي دوزيام دوغري. علاش؟ حيت واحد جوج، الدو دياز بروميير دوغري، ري هي دوزيام دوغري، الى دنا ري هي المي، الى درنا المي هي الفا دياز. اوكي، هاد النوطه هادي راه هي النافيه تاع الضو، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود، هي النافيه. ولكن حنا فاش كنلعبوها بالطريقة هادي ما كتوليش كتسمى النافيه. سمعوها معايا كيفاش غتعطينا. إلا درنا الري، أولا البي، هي ما غتبانش ليكم دابا مزيان من غير الى لعبت ليكم شي 3 او لا 4 اكور عاد غتبان ليكم مزيان. اوكي، غادي ندير ليكم دو ونديرو سول ولا مينور مثلا. سمعوا معايا، thank you.
كانت حلوه. دونك دابا غادي نستعملوا هاد النوطه هادي اللي زدناها اليوم، غادي نستعملوها كوم اربيتيو. سمعوا كيفاش غتعطي. هي جات حلوه. وخصكم تعرفوا بان هاد النوطه ملعوبه في عديد ديال الاغاني، مثلا بابل رين ديال برينس. أولا مثلا الأغنية ديال سينج Every Breath You Take. هنا استعملها بجوج خطرات، الصول هاي، وفي البي بي دار هالبي هي الفاديات. ولكن يمكن لكم تديروها في أي أغنية، مثلا Let it be. When I find myself with times of trouble, my memory comes to me. هي غاتجي حلوه. ودابا غادي نوريكم واحد اللعيبه غنقدروا نديروها بهاد النوطه نيت، مثلا فينال. القضيه سهله، مي بيان سور سهله. القضيه فيها نوطه وحده وتقدر تستعملها في المينور او لا اناكور ماجور، ولكن حاولوا تريبيتو عليها مزيان باش تحطوها متقونه، وما تنساوش تريبيتو عليها في اي جام، يعني من ضو حتى للسي. في هاد اللحظة كتنتهي هاد الحلقة، وكنتمنى نشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.